يا غزالات، اكدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. رمضان الحمد لله هذا العام دايز رمضان زوين بزاف بزاف. ما تنساوش ما يطلع لكم فيديو ديالي، خليو ليا بزاف ديال لايك قدام اختي انت اللي كتفرجي فيا، خليو ليا واحد اللايك، نحاولوا اننا نوصلوا الفيديو هذا في نص ساعه ل 1000 لايك. عفاكم ديروها كنموت عليكم. هي البنات اللي كيقولوا هضره زوينه، اللي كيدعوا معايا، اللي كيشجعوني، يا ربي تسهل عليكم. وبغيت نقول لاي وحده كتهضر هضره زوينه، بغيت ربي يسهل عليك، وسير بوسي لماماك راسها وقول لها شكرا حيت ربي تي مزيان، حيت اليوم ربي ما تيقدرش يأذي الناس. قل خيرا او اصمت، ما كيعجبكش الانسان خرج بلا ما تأذي بلسانك، حيت حتى الاذى والتنمر والمعيوس هو داخل في الصيام، وتا هو داخل انك في الدين. واش انت فمك صلايط خانز بهذا المعنى هذا، وكتجي كتقولي لوحده وانت ما دايرش لك وانت يدوز لك انت بعدا اختي؟ ما عيناش اخواتاتي، انا نقولكم البنات كونفور اليغونس عاودت وريتكم، حيت كاين البنات اللي ما كيشوفوش فيديوهات اخرين. جبت الجديد غادي نحطو لكم هنايا، جاب داكشي زوين 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 شي سيكان. انا ما كنش ناخذ عندك غير سيكان غير الصباغ، كلشي كلشي غير فريمون كدير اسمينه مناسبه، وراه كدير لي فريزون فين ما كنتي كتصيفط ليك. وهذا المعامله معامله زوينه، وبحال دابا الساك ما بقاوش شي بلاصه، كتجيب داكشي اونيك. شوفوا يا البنات شحال زوين كيحمق هاد الساك هذا، وبزاف السيكان خديتهم من عندها، عرفتوا غزاله الساك. انا كنموت على السيكان حمرين، وكتكوني دايره صباغه حمراء ولابسه هكا شي عبايه في النوار ولا هذا، كيجي غزال. انا نهبط لكم باش تشوفوا. شوفوا يا البنات شتو، عرفتوا غزال كيجي مع كلشي، شيميز اي حاجه، كلاس بور مع اي حاجه راكم عارفين، ولا السيكان كيتلبسوا مع اي حاجه وكيجيو زوينين. صافي البنات مشيو دابا باش نديكم معايا وندوزو معايا النهار. البنات ودابا خارجين، عرفتوا الطوموبيله سخونه طايبه، غنمشيو ان شاء الله المرجان، غادي ندي خواتاتي. اختي دارت لي مازوط قالت لي ديني، اصلا اختي ماشي تتحاسب ولا شي حاجه، فيما بغاتني فيما بغات كنديها. ايوا صافي يا بنات نمشيو للمرجان تبردوا شويه، تلفوا الوقت، جمعت الدار بلا ما نصور لكم هكا باش ما يجيش الفيديو طويل. الدار جمعتها، غسلت الموينات، صيغت الطواليت، ماما صيغت برا الدار بقات كتشعل. ودابا غادي نمشيو ونجيبو وجدنا داكشي ديال الطبله، الكيسان حطيناهم داك التخربيق كامل. ماما غادي دير مروي والحل راه كاينه، وهذا مكان ما يبقاش بنادم مخشي في الكوزينه مخشي في الكوزينه. وغنمشيو للطوموبيله الطايبه لانها كانت مع الشمس ناري وما غنشعلش الكليمه، لحقاش من كتهبطي كيضربك البرد، وهذا مازال ما كاينش داك الصاد ديال الكليمه. وصافي خليو ليا بزاف ديال لي لايك وجلي ليبا، عرفتو راه كاين البرد كاين الغربي، وخا تبان لكم الشميشه فين غاديين غادي ندورو تيموتي على هاد البلاصه ديال المرجه اللي فيها داك ديفاكتو مينيستو داك التخربيق. وانا كيعجبني مينيستو تنقرق فيه. لا حنا ندخلو البوانت بلاتي نقول لهم حنا ندخلو السواكيك وديفاكتو كيابي ومرجه ونتخربق، وغتلقاي مازال لاصقه مينيستو. اش كنشري والله ولو فرحه ما نديهاش مينيستو خليو ليا بخير. انا ما باغي تملو هما، لا انتوما ما كتملوش شي الحوايج، رجعت كتخشع البنات. جينا ديفاكتو غتميخلو ياك زوين. المهم البنات نضرب لكم دويره فوجو، راكم عارفين دابا عارفاكم جالسه هنا في الدار. القنت القنت من مورا الفطور، القنت ديال بصح. مرحبا سي الغزالات، غنضرب لكم هكايا دويره خفيفه باش تفوجوا معايا وحتى نتوما تخدروا عيناتكم. مشينا لديفاكتو هادي ولا سواكيك ولا معقل، ضربنا هكايا دويره بقينا ديفاكتو هادي. عرفتوا انا يا البنات راه كنسب بزاف بزاف بزاف، كاين داكشي البنات زوين كلشي زوين، خاص غير فلوس. وانا لبست الجليبه ديالي صراحه هاد الخريجه هادي والله غير كوجن ماشي البارح من مورا الفطور بزاف 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 بزاف، جاتني واحد الحاجه يمكن شو شي حيت ولات الطوموبيل ولا ما نعرف، حيت شحال هادي انا ما كنتش كنخرج، علاش كانت جاتني مورا كنت كنخرج دابا لا والو. وغنجيو البنات المينيسو راهي تعجبني مينيسو، واخا نبقى نضرب فيها ما نشري حتى حاجه. جينا المينيسو عرفتو خاوية الدنيا خاوية، حيت صراحة كلشي كان تيخرج من مورا الفطور. البارح مورا الفطور جاتني واحد الطاجة مايمكنش، واحد القنطة واحد القنطة، بقيت كنشوف دوك لي ستوري اللي درنا قبل ما نخرجو، هادوك واعرين. شوفوا يا البنات زوينين، وهادو هادو رجعي زينب، هادي ديك ليك دار في الطوموبيل تكون في الكري، شتيكم هادي يا البنات تكون في الكري نديرها في الطوموبيل تتكي عليها واعرة، هادي بعدا زوينة. كاين كاين ما يدار، المهم شوفي هذا اللي بس انا جالسه كنشوف شعري. غنضرب لكم دويره في مينيسو، قولوا لي الناس في لي كومونتير شكون اللي كيعجبها مينيسو، وشنو الحاجه اللي كتعجبكم فيها. عفاكم الا كتعرفوا شي برودوي زوين، الا كتعرفوا شي حاجه مجربينها فيدوني كيما كنفيدكم. بقيت هاد لوبيتريسات ب 25 درهم، والله الا فنين كدير فيهم ميكاب ديالك خفيف، تكوني على البحر اولا تخشي في الصاك ديالك، غزالين صراحه ديال الميكاب. انا عندي بزاف ديال لي طخوز، داكشي علاش حاولت اني نزير على راسي وما شريت حتى شي حاجه، ولكن في الاخر ضروري كتشري شي حاجه من مينيسو ما يمكنش. الساكن ديالهم صراحه الطوب، عمرني كنت شي ساك ما اختي خدات ساك واعر. شوفوا 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 هذا الموديل، والله العظيم غير شديت راسي صافي، بقيت كنقول صافي رجوه بارك عليك زعما انت راك تلبسين، والله ما كنلبس كتقني غير عكزه. ما فريمون البنات هاد
البيريود هذه جايب نسيكان واعرين بزاف بزاف بزاف. سيرو يا بنات في الوقيته هذه والله العظيم غتلقاو داكشي الطوب لي تخوص وداكشي فنين. ولكن السيكان جايب ديموندي واعرين، عرفتوا شنو البنات 79 درهم صافي 80 درهم والله العظيم زوين صراحه اللي ما بغاش. وصافي البنات شفنا هي كنضرب لكم دويره في الميك اب وداكشي، وحتى ان شاء الله غنمشي للدار ونقول لكم اشنو خديت، وغادي نعاود ناكد عليكم عافاكم اللي مجربه شي برودوي من مينيسو ميك اب ديال الوجه ديال الشفار اي حاجه اي حاجه قولوها لي عافاكم في لي كومونتير. باش درت لكم دويره كيف مينيسو وضروري تخرج بشي حاجه، حلفت ما ناخذ شي حاجه. اختي خدات واحد الساك حتى نوصل نوري لكم، وانا حتى نوصل نوري لكم لا خدات واحد الساك خطير 70 درهم، ودابا فين غنلقينا تقيشرات ب 10 درهم. انا ولا مزيان معايا تقيشرات هما البنات زوينين هادو العميقين، تقيشرات زوينه ديال القطن صراحه. تاخذ اختي انا عندي خديت كاع الالوان مجانيه. البنات خرجنا من اسوا كيك يا كازينو، تنوريكم شنو خدات اختي اللي سمع شنو خدات يقول راه صافي هاتو كاين الكار. دابا غنمشيو للمرجان، تنموت على مرجان ياكي هو كارفور. دابا دخلت للسوق تيحمقني هو كارفور، تلقاو فيه الميزات تلقاو فيه الميزات والله. البنات جينا دابا المرجان شوفوا الكويسات، ولاو كيحمقوني الكويسات ديال الالوان ياكي اصافي منين تيجيو. وهاد اللعيبه ديال سميتو شوفوا واعرين شوفوا هاد وازو. البنات شوفوا لقيتو سايب 16 درهم، ولكن هادو داغي غيضغطو، ولقيتها هادو يا البنات بروموسيون نتوما 26 درهم هانتوما، وكاين ديال 39 درهم ديال 26 خديت رخيصة. ولكن وحدين دايره ليهم 26 وحده دايره ليهم 39، كاين كاين ميدار هادو 49 كاين ميدار. ودابا البنات شاد النوبة كل مرة كتهضر هاديك اللي في سميتو في الغيسيبسيون تدخل سربيو راه مرجان غادي يسد. تنمشي للدار نوريكم اشنو خديت، مطلقاش الكليمة مود ديال صطات مرجان شنو عيني منفوخة مع النعاس. الناس مشينا للدار انا شوية غادي نوريكم اشنو خديت، وغنوريكم ماما شنو لقيتها مصايبة يا اختي تبارك الله عليك. حلي لهم فرا نشوفو والله الا نصايب واحد منيويت معمرا فني وين سمحوا لي علاش كتشوفوا اللور راكم عارف العشوائي. ايوا صافي نوريكم شنو خديت من مرجان ومينيسو داكشي شنو خدات اختي، وغنوريكم ماما اشنو كاسه كدير. السلام عليكم البنات كي دايره لاباس عليكم، ها انتم اللي تقولوا لكم شورق وما حارقاش تبارك الله عليك. الشنطه ما كاينش درتيهاش لينا؟ لا ما كاينش، درت الشحمه وشويه البصله شويه الكفته العطريه صافي ولعبت في هذا الشيء. كي جاكم قولوا لي ها انتم حاول داخل شنو دايره يلا داخل داخل تيطيبوا البنات نوريهم لكم. ها هما بداو يطيبوا ها انتم شوفوا 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 يا البنات لا ترقصت يدي الله يصحاب بكم شحال غزالات. شوفوا شوفوا يا البنات شوفوا يا البنات ما شاء الله تي شنقول لكم شوفوا البنات راه تبارك الله انتم راه حاجه تاع البنات ها لما نبقاو نحلوا خبز سبحان الله هانتوما عليكم غزال غزال ناشف ما فيه لا زيت بزاف. هانتوما نقول لكم شي البنات ملي كتسخنوا ماما التسخينه الثانيه كي تيجي ايوا كنخلطوا شويه ديروها ماما السحور لا ايوا صافي البنات ان شاء الله انتوما معايا. انا نمشي دابا نوريكم شنو بقى بجلابتي، انا ما نحمش بقى بجلابتي مي غنمشي نحيد دابا تقريبا قربت 6 ونص غنمشي نجيب البيض ماما دايراه ليا غادي نمشي نجيبو باش غادي نديروه يتسلق صافي. اختي غتصايب عاوتاني بطيطه وداك الشيء صراحه الانتعاش والله ما كرهت نبقى انا غير ناكل غير حوت واحد الشلاضه ديال لي بات كتجي فنه بزاف. غتمشي تجيب بيضه نتا هما بيضات غادي نمشي غادي نغسلهم وغادي نزيد انا بيضه، لان اختي كانت جابت ليا البيض داك النهار من العروبيه صفر، انا كيعجبني البيض صفر. ايوا اختي تشوفوا شكون جا عندنا يفطر معنا حمزه. سلام اخويا كي داير فاتي حمزه فلوك هذا هو اختي البنات اللي مشينا فرحنا وشرينا ليها لي كادو درنا لها مفاجاه جاي يفطر معنا والله الا ديما تيجي عندنا السبت والحد تيجي يجلس شويه تيمشي عند زياد تيبقى يلعب معاه، وانا كنوجد الطبيله ديال الفطور. ماما دارت المليويات وداكشي اختي كتصايب شلاضه وجهي تحيه لماماك. بنات لا فاطمه لا فاطمه نقص حمزه شويه عطي السفه فاتي حمزه فلوغ البنات نخليكم قناتها سيروا ديروا لها ابوني الا بغيتو.
اهلا اختي. اهلا. صدمتونا. صدمناهم ما حملوناش. شو يا كاسي اختي؟ لا انا لا. جايبين حلوه خليها لك. شوفوا شوفوا غزاله. شوفوا. عرفتوا؟ باقي ايوا كي درتو درتو كسكسو نتوما نتوما ترشق ليكم ديروا كسكسو نتوما جايين مساكن ما تعرفوش تجيبي البسطيله الملوي مع مرار كسكسو تيجيكم ساهل كسكسو سيها منصور فاميلي يلا سير هات مولات لي اكسسوار هي وجدت شلاضه تا هي تا عندت معايا المغياره يوه ماما صايبه هاد المليويات زوينين شوفوا شليضه منعشه صراحه قلتي انا ندير يديها سمحوا لي هاد الزنزين ديال التلفازه والبيض انا عاد كملت النقيه ديال البيض ما شكون اللي جاب هذا انا يلاه كنقيو مليويات وهذا هو فطورنا صايبتو المايونيز صافي غزالات رجعت لكم شبعت كريشه ودابا غادي نوريكم اشنو خديت من المرجان ماشي شي حاجه المهم غادي نوريكم اشنو خديت وشنو كنقول لكم شي حاجه كنتمنى انكم تكونوا تساليتوا معايا صراحه كان الجو زوين وخفيف خديت من المرجان هذه السيده هذه تخيلوا يا بنات هذه الوسادة الثالثه شريت واحده عطيتها لماما ما بقاش زوينه خديت واحده من الخبازه تعرفوا انا يا هي اللي كيقولوا لي في الدار مدام زبوقه زباقه تنبقى نزبق تنتسرع مثلا زروفه بدا زروفه كنزرف داغي تناخذ ذكر ديك الفيل كيفاش كيقولوا في رد الفعل كناخذ قرار داغي المهم خديتها البنات هاد الوساده على الله صدق لي زوين انا عندي صراحه تيبقى يضرني ما كانش الوساده زوينه وعاد عندي تسد هذيك الحجره كنت باغا نشري ناموسيه داك اللي كيكونوا هكايا حادين بحال ديال برا ولكن اخوتي غتشد ليها السباس بزاف وقيله ولا شتينا شت راسي واخا ما تحولناش والله العظيم ما غنشريها ونحيد ليها تسدالي نخليها في الارض حيت تيقتلني ظهري تسدالي بداك صايبه ماما بداك الصوفه ولا مع داك مدرب مدربه كيقتلني المهم معينا شابه كنصور ماما بلاتي خديت هاد السيده دولي دول انا بانت لي دولي دول مزيانه كانت ب 1000 ريال رجعوها ب 39 درهم ها هي البنات انا من بعد غنقول لكم كيفاش نطقات ولكن كتكون مريحه دولي دول كيقولوا زوينه او خبط باط وخدات اختي تقيصرات عميقين انا عندي ديجا خديت اربعه من شائين خديتهم ب 40 درهم وقيله صفار شيبي البيض الخضر خداتهم يا البنات شوفوا ب 9 درهم واعرين راهي فنين شوف 9 درهم ها هو الثمن شتو فنين ماشي تيشيرت صفراء وبوي فران يجوا زوينين واشنو عاوتاني خديت من مرجان هاد القريه اللي عجبتني هكا دير فيها العصير حاول ناخذ غير هادي رخيصه البنات راكم عارفين وديجا قلت لي رجعوا بلا ما تشريو انت تحولوا هادي بعدا ثلاثه رسات و11 درهم واقيله 11 درهم ثلاثه رسات بقاش فيها زوينه كيجي فيها هكا العصير الحليب زوينه شتو عجبتني يديهم الناس واشنو خدات اختي من مينيسو خدات هاد الصويك هذا ها هو مينيسو خدات اختي هاد الصاك بقيت كنقول غندخل مينيسو والله ما غادي نشري شي حاجه ولكن هذاك ديال الحبوب دابا نوري لكم كنت باغا ناخذو ما كانش المهم البنات اختي خدات هاد الصويك كيحمق 79 درهم ها نتوما يا البنات غزال والكاليتي ديالو واعره وعجبني عجبني عجبني بزاف شوف عرفتو سامبل ما مغلف من الداخل ما والو دير لي هذا هذا تقدري ديري حتى مع التكيشطات القفيطنات كلشي كلشي جليبات كلشي كيجي هكايا يتخشى فيه التليفون ومزيطين ومع هاد السنسله ها هي السنسله ديالو زوينه غليظه شفتو هانتوما باش نرجع في هادي باش نوريك شفتو دير السنسله ما فيا اللي ركبها هانتوما هاجي واعر صراحه ماشي لكم تحمقني تيحمقوني سيفان انا اللي فيهم سلسله هانتوما شفتو غزاله صراحه الله يلفنا وشنو اخر خديت انا من مينيسو هاد الايبه هادي ديال الحبوب دابا نهضر لكم عليها ان شاء الله ب 25 درهم ها هي ها
هذه البنات قالت لي راه عنده حتى السيروم ديالو، السيروم ديالو كيسد لي بور وداكشي كديريه بالليل، وانا ما لقيتوش وانا فيا شويه ديال لي بور داكشي علاش. وهذا كنت كنهضروا عليه بزاف بزاف ديال البنات شكروا، كديري على الحبه وتيكرمها ان شاء الله. ندير لكم فيديو على روتين العنايه زعما بالوجه اللي فيه الحبوب، ندير لكم وصفات، وهذا ملي غادي نجربو يعجبني حتى هو غادي ندخل لكم. قولوا لي واش بغيتوا وصفه ديال الغلد، واش بغيتوا ندير لكم صباغه طبيعيه، واش بغيتوا ندير لكم وصفات باش تحيدوا الحبوب وتكون البشره ديالكم زوينه. المهم البنات انا هاد الحبيبه هادي راه لصقات فيا، راكم عارفين الفتره ديال هذا. انا ما ندير وجهي حتى شي حاجه، كندير غير داك الكلام اللي حاليا دابا. وشنو اخر صافي البنات هادشي اللي خدينا، انا قلت لكم ما خديناش شي حاجه. وخديت البنات هذيك اللعيبه اللي كدار في الطوموبيل، كدار في اللعيبه القداميه ديال الطوموبيل، سميتها الزجاجه القداميه ديال الطوموبيل، داك اللي كتخشمش كتكون في الكري بحال الالومنيوم. هذيك خديتها بشي 19 ولا 20 معقلش، لان الطوموبيل ملي تحطها فشي بلاصه كتولي طايبه، اللهم كديري لها هذيك تتبقى زوينه وصافي. هذيك الشفاره غير هذا خصها تضل تتقل بيضات، وغادا دي سحورها الملوين بيضات. سير اختي بصحتك. ايوا سير راه شكون الاول. البنات ولقيتوني دابا غادي نمشي ندير زيت لشعري ان شاء الله. دابا نشارك معكم الروتين ديالي الشعري اللي كندير. بالنسبه البنات اللي غادي يقولوا لي رجوا خصك دير الزيت، هادشي كامل اللي غادي تشوفوا هنايا الشوب، هذيك الطاسه الليمونيه ودوك الاخرين كيداروا الشعر وكتباتي فيهم حيت فيهم الشوب. ايوا صافي البنات، ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي نتسحر. انا ما كليتش معكم قبيله الكسكس صراحه، ما عنديش معاه بزاف، وعاد كنت باقا شبعانه كليت مزيان تبارك الله في الفطور. البنات وحتى تسحرت عاد تفكرت انني ما صورت لكمش. المهم كليت الملوي بالعسل، وكليت واحد الملويه معمره على شكل شوسون، المهم واحد الرغيفه تاكيا درتهم ماما جوارين كيما شفتوا مره وريتهم لكم قبيله كليتهم. وشنو اخر كليت حلوه ديال لاكرامي جابتها السهام، المهم شبعت الحمد لله وشكر لله. كليت تمرات وجبت معايا لبيت العصر ديال الحامض وبنينه وكاس ديال الماء، هذاك العصير ديال الحامض وقلي غادي يجي والله اعلم. ولكن تشهيت وحيت ما شربتوش، انا قبيله كان نشربو قبيله. وصافي البنات هذا مكان كما شفتوني درت الزيت لشعري وداكشي باش ان شاء الله غدا الصباح نوض ندواش. ومهم راكم عارفين بلا ما نشرح لكم، ان شاء الله نحيد الصبيغه وكلشي باش نبدا نكمل ختم القران، لانني بديت كان القران بديت كنختمو من شحال هذه، كل مره كنقرا شويه. وصافي البنات هذا المكان انا نوريكم شنو جبت. انتما البنات ما كاين لا زباق لا والو، كل كاس من جهه. انا من اويدي كنبغي نحط داكشي نذواق وداكشي، مي دابا البنات ما عندي كانا. صافي البنات يو البنات هانتوما، هذا داكشي اللي جبت معايا للبيت. البنات وهو داكشي البنات وهو داكشي جبت معايا البيت. بوينينا كتشد الجوع، الماء شويه بارد والعصير ديال الحامض، كنتمنى ما يدير ليا الجوع، ما عرف يسخفني ولا شي حاجه. ما عندناش اخواتاتي وصافي، هذا ما كان كل حاجه جايبها من جهه، داكشي ما كاينش طبيعي. انا كيعجبني ناكل في الزواق وداكشي، ما البنات ماشي ديما عادي، بنادم صافي غيجيب سوينيه ياكل فيها والله يعاون الله يعاون تاني الزوج، نبقى ندير لكم التاويل. صافي البنات وصحباتي الغزالات، وصلنا لنهايه ديال الفيديو، غادي نمشي باش غادي نمونطي لا فيديو. وصحباتي الغزالات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، غادي ناكل هادشي وغادي نمونطي لا فيديو وغادي ننعس ان شاء الله، وغنحط لكم هاد الفيديو غدا كحماق عليكم. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، ما تنساونيش بلي لايك.